بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة هشرح فيه نوع من الأسئلة بيعمل لنا قلق، مع أنه بسيط جدا جدا وسهل خالص، وهو أسئلة What happens if. هنعرف مع بعض النهاردة إزاي بسهولة خالص أحل السؤال ده من غير أي قلق. نبدأ كده مع بعض بسم الله بأول سؤال. Question number one: What happens if salivary glands stop secreting saliva. هبص اول حاجه عشان اعرف اجاوب اسئله what happens if بسهوله، لازم اول حاجه يا اولاد نعمل ايه؟ اقرا السؤال كويس جدا، اقرا السؤال كويس جدا وافهمه. هنا بيقول لي ايه؟ salivary glands stop secreting saliva. طيب زي ما احنا عارفين قبل كده وذاكرنا كويس، عرفنا ان السلايفا دي مهمه جدا، وكانت بتعمل حاجه مهمه جدا، كانت بتعمل change من ايه لايه؟ كانت بتعمل change من الستارتش، تاخد الستارتش وتعمله لي ايه؟ تحوله لي او تعمل له تشينج انتو شوجر. طيب لو ما كانش بقى السالفري جلاندز بطل يعمل سيكريتنج للسلايفا، البروسيس دي اللي هي ان الستارتش هتتحول او هيحصلها تشينج انتو شوجر، هتتم ولا مش هتتم؟ مش هتتم طبعا. يبقى هنا لو جالي سؤال بالمنظر ده، اول حاجه افكر فيها اشوف الفانكشن اللي موجوده عندي في السؤال ايه؟ ايه الفانكشن اللي هنا اللي مكتوب عندي في السؤال ده؟ عايزني اعرف الايه الفانكشن الخاصه بيه السلايفا وانا عارفها كويس. اجي في اجابتي بقى عشان اجاوب صح، يبقى هقول الفانكشن دي مش هتتم، الفانكشن دي مش هتتم. يبقى اجابتها هتبقى ايه؟ starch، يبقى what happens if salivary glands stop secreting saliva. يبقى عندي starch will not change into sugar in the mouth. احنا الطبيعي السلايفا هتعمل change من الستارتش لايه؟ لشوجر. طب لو مش موجود اصلا سلايفا، يبقى هنا كل اللي عملته ان ايه؟ نفيت او قلت الحاجه دي مش هتحصل، starch will not change into sugar in the mouth. بنفس الطريقه لو جالي كل اسئله what happens if، هنشوف كده السؤال اللي وراه ونشوف هنعرف نجاوبه ازاي. What happens if tongue is not found in the mouth؟ الفانكشن اللي طالبها هنا مني، طالب الفانكشن بتاعت مين؟ بتاعت الماوث ولا طالب التونج؟ بيقول لي لو حصل التونج ما كانش موجود عندي في الماوث اصلا، اللسان ما كانش موجود في الماوث، ايه اللي هيحصل؟ هنا طبعا انا عارف كويس قوي ومذاكر الفانكشن الخاصه بالمين؟ بالتونج. عارف ان هي ان التونج ده بيعمل ايه؟ بيعمل ميكسد للايه؟ ميكسد للفود والسلايفا في الماوث، الناس اللي مذاكره كويس، وكمان مسؤول عن ايه؟ عن التيست. طب لو التونج مش موجود الحاجات دي هتحصل؟ طبعا مش هتحصل. يبقى انا طالما عارف الفانكشن الخاص بالتونج، في اجابتي في السؤال الخاص باسئله what happens is if بنفي، يعني بقول الحاجه دي مش هتحصل، الفانكشن دي مش هتتم اصلا. يبقى اجابتي هنا في السؤال ده هتبقى عامله ازاي؟ هتبقى طبعا لو قلت what happens if tongue is not found in the mouth، يبقى the food cannot be mixed والسلايفا، مش هيحصل خلط لمين؟ للفود مع السلايفا. And also we cannot taste the food، مش هنقدر برضو نتذوق الطعم، لان الحاجتين دول من الحاجتين دول مالهم؟ الحاجتين دول يعتبروا من الفانكشن الخاص بالايه؟ بالتانج. نيجي بعد كده لكويستشن نمبر 3. Liver stops secreting bile juice. لو الليفر بطل يعمل secreting لمين؟ للبايل جوز. يبقى هنا بيسالني على مين؟ عايزني اشوف او هو عايز يشوف مني انا عارف الفانكشن بتاعت البايل جوس ولا مش عارفها. عارفينها كلنا، احنا خلاص في اخر السنه وعدناها كتير قوي وزدنا فيها وحلينا عليها اسئله كتير قبل كده. انا عارف البايل جوس كانت بتعمل ايه؟ كانت بتبدا تحول لي، تعمل لي تشينج للايه؟ للفات، لفاتي ايموشن، وبعد كده الجسم يبدا يحصل له ايه؟ يبدا يستفيد من الفاتي ايموشن او الفات اللي انا اكلته. طب لو مش موجود بقى الليفر بطل يعمل سيكريتنج للبايل جوز، هل الفانكشن بتاعت البايل جوز دي هتتم؟ مش هتتم. يبقى اجابتي هتبقى ايه؟ fats will not be digested and the human body cannot get their benefit. يعني الجسم نفسه مش هيقدر يستفيد الفاتس، مش هيتم هضمها، ولا كمان جسمنا هيقدر يستفيد باي حاجه من الفاتس اللي هياكلها. يبقى هنا تاني وبنكرر تاني، اول ما يجي سؤال what happens if ابص للسؤال اقراه كويس جدا، وبعد كده اشوف يا ترى ايه الفانكشن اللي طالبه هنا، ايه الفانكشن اللي طالبه هنا،
اه ده هنا كان عايز حاجة عن البايل جوز، ده هنا كان عايز يعرف انا عارف الفانكشن بتاع التانج ولا لا، يعني لو مش موجود التانج ده ايه اللي هيحصل، ايه الحاجة اللي كان بيعملها لو هو مش موجود مش هتحصل ومش هتتعمل اصلا. السؤال الاولاني كان بيسألني عن السلايفا، هشوف الفانكشن بتاعتها ايه وابدأ في اجابتي اقول ان الحاجة او الفانكشن بتاعتها دي مش هتتم. نبدأ كده نشوف السؤال اللي وراه. Number four, what happens if adding the bile juice of chicken to the mixture of cooking oil and water, then shaking them? أبدأ أحط البايل جوز من الشيكن دي، أبدأ أحطه وأخلطه مع أويل ووتر وأبدأ أعمل لهم شيكنج، اللي هي أبدأ أحركهم كده أرجهم يعني. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هو بيسألني عايز يتأكد أنا عارف الفانكشن برضو بتاعت البايل جوز، أو هو هيعمل لي إيه؟ هيحول لي ايه لايه ولا لا. طبعا انا مذاكر كويس، يبقى اجابتي هتبقى oil and water are mixed together forming fatty emulsion، يبقى دي اجابتي. السؤال ده يعني مش كتير قوي بيتكرر، يعني في اسئله كتير بتبقى ايه اهم من السؤال ده، بس ده احنا نعرفه من باب العلم الشيء كده. الاسئله طبعا دي اللي احنا بنجاوبها في الفيديو ده كلها موجوده في الجزء الخاص بالفاينل ريفيجن اللي موجود في الكتاب المعاصر، هنلاقيها بالترتيب كده ورا بعضها، بس احنا في الفيديو ده بنتعلم نحلها ازاي عشان ما نجيش ان احنا اخد الحاجات دي واحفظها كده زي ما هي، ما ينفعش. لازم اتعلم هو طالب ايه وايه اهميه السؤال ده، ليه بيسالني وات هابنز اف، عشان يشوفني انا فاهم كويس ولا مجرد حافظ كلام وبحطه وبس. وكلنا طبعا شاطرين وفاهمين كويس جدا جدا، وهنعرف نجاوب باذن الله السؤال ده في منتهى السهوله. Question number five, stomach doesn't secrete gastric juice. طيب احنا بص كده، فاكرين الجاستريك جوز ده كان بيعمل digested لمين؟ كان بيعمل digested ليه؟ ها؟ تمام كده، الناس اللي مذاكره كويس للبروتينز. طيب لو الستومك doesn't secrete gastric juice، البروتينز هيحصل لها digested ولا لا؟ اكيد لا، مش هيحصل digested لمين؟ للبروتين. يبقى اجابتي هتبقى ايه؟ Proteins are not digested into simple food substances. هيبدأ البروتين مش هيحصله digested لمواد أبسط منه أو simple food substances، مواد بسيطة يعني. نيجي بعد كده question number six. The small intestine is removed from the human body. هبص كده، طالب مني الفانكشن بتاعت مين؟ أكون مذاكر إيه؟ أكون عارف إيه؟ أنا عارف كويس قوي ان السمول انتستين دي بيحصل فيها حاجه مهمه جدا جدا، ان كل الايه كل الفود اللي انا اكلته بيحصل له كومبليتلي دايجستد في السمول انتستين. وكمان في بروسيس مهمه جدا كانت بتحصل في السمول انتستين، ايه اللي هي ايه؟ الناس المذاكره كويس، اللي هي absorption بروسيس، عمليه الامتصاص. يبقى الحاجتين دول لو مش موجود اصلا السمول انتستين اتشالت من الهيومن بودي هيتم ولا لا؟ اللي هي الابزوربشن بروسيس، وكمان عندي اللي هي الكومبليتلي دايجستد اوف فود، هيحصل الحاجتين دول ولا مش هيحصلوا؟ مش هيحصلوا طبعا. وبالتالي اجابتي هتبقى ايه؟ فود كانوت بي كومبليتلي دايجستد اند اولسو كانوت بي ابزوربد، سو ذا هيومن كانوت جيت بنفيت فروم فود. انا لو انا الاجابه دي طويله عليا مش شرط ان انا اكتب كل ده، لو كتبت food cannot be completely digested او كتبت food also cannot be absorbed، الحاجتين دول كتبتهم ما كملتش، يبقى انا اجابتي صح. لو حاسين اجابه طويله علينا شويه، احنا في يعني لما في تصحيح الحاجات دي يعني بنراعي برضو ان انتوا لسه صغيرين شويه، فاحنا لو كتبنا الاجابه وما كتبناش الجزء الاخراني ده مفيش فيه اي مشكله. اهم حاجه عندي ان انت تكتب لي الكلمات الاساسيه اللي هي الفود كانوت بي كومبليتلي دايجستد، مش هيحصل هضم كامل للاكل، وكمان اللي هي الابزوربشن بروسيس مش هتحصل اصلا. نيجي كده في question number 7. You exhale several times in front of mirror. لو فضلت تتنفس exhalation جاي من exhalation، عملت كده مرات كتير في ايه قدام المرايه، هيحصل ايه؟ هيتكون لي ايه على الميرور ده؟ بص كلنا عملنا الموضوع ده، اجي كده على مرايه اقوم عملت كده، كلنا بنلاحظ هيتكون ايه؟ طبعا formation of water droplets on the mirror، قطرات من الميه البسيطه اتكونت لي على مين؟ على المرايه.
Question number 8, you blow in the test tube containing clear lime water. لو جيت ان انا blow يعني ان انا نفخت في ايه؟ في test tube اللي هي انبوبة اختبار فيها كمية من clear lime water. هيحصل ايه lime water؟ احنا عارفين lime water طبعا ماليش ليه لون، مفيش ليه لون. هيتحول ايه لايه؟ هيبدأ lime water يبقى ايه؟ يبقى the clear lime water becomes turbid او milky. لو حاسس كلمة turbid دي ان انا مش هفتكرها في الامتحان، كتبت كلمة milky اللي هي جاية من milky اللي كلنا حافظينها، حط كلمة milky. يعني clear lime water هيبدأ اللون يتغير للايه؟ للmilky. عشان ايه؟ علشان طبعا الكربون دايكسايد اللي خرج اثناء ما انا بعمل الايه؟ نفخت كده عملت بلو للتيست تيوب اللي موجود فيها اللايم ووتر. Question number 9. There is no blood capillaries in the nose. أبص كده أنا عارف كويس قوي إن blood capillaries على طول، لأن بتجيلي كتير قوي السؤال ده بيجيلي بس أسئلة give reasons for. أنا عارف خلاص الفانكشن بتاعت blood capillaries إنها كانت بتعمل warm لمين؟ للإير اللي هيبدأ يدخل للتو lungs. طب لو مش موجود blood capillaries in the nose هيحصل warm للإير دي؟ طبعا مش هيحصل warm للإير دي، يبقى the air will not be warmed before entering the lungs. Question number 10. The diaphragm muscle moves down. الدايفرام بدأ يحصل له ايه؟ عضلة الدايفرام دي تبدأ move down، تنزل لتحت. بتنزل تحت ليه؟ عشان يبدأ ال chest cavity يبدأ يكبر لو نفتكر، ونبدأ يحصل ايه؟ يبدأ يدخل لي الأكسجين جاز للايه؟ لل two lungs، ويبقى اقدر احصل على اكبر كمية من الأكسجين. يبقى دي اجابتي هتبقى ايه؟ the chest cavity اللي هو التجويف الصدري، chest cavity enlarges and the air rich in oxygen gas enters the lungs through nose. ال process دي اسمها ايه؟ inhalation process occurs. يبقى هتحدث عملية الايه؟ ال inhalation. لو حاسس الاجابة دي طويلة عليا، مجرد لو كتبت لي بس اللي هي ال inhalation process occurs، هتحدث عملية ال inhalation، يبقى ده اجابتك تبقى صح. عايز تبقى اجابتك بقى اللي هي ال مظبوطة قوي، ان هنكتب الاجابة الطويلة دي ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش اي حاجة صعبة. نيجي بعد كده what happens if there is no cilia in the trachea. هنا انا عارف كويس قوي ان السيليا كانت بتعمل eject up للسترينج objects، كانت بتبدأ تطرد اي اجسام غريبة. طب لو مش موجودة هيحصل ايه؟ يبقى انا كده برضو الفانكشن بتاعتها مش هتتم زي ما احنا متفقين وماشيين مع بعض. يبقى عندي هنا strange body أو strange bodies as dust will enter the respiratory system. هتبدأ الأجسام الغريبة تبدأ تدخل لفين؟ للrespiratory system. What happens if there are no cartilaginous rings in the wall of the trachea؟ لو حصل ما كانش التريكيا موجود فيها، ما كانش موجود الكارتليجنس رينجز ان ذا وول اوف تريكيا، في جدارها من جوه. طبعا دي انا عارف كويس جدا ان كارتليجنس رينجز دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخلي لي دايما التريكيا كانت اوبن اول ذا تايم، يعني دايما بتخليها مفتوحه على طول. طيب لو ما كانش فيه بقى كارتليجنس رينجز، التريكيا هتبقى اوبند اول تايم؟ طبعا لا، وده مش مطلوب طبعا. يبقى اجابتي هتبقى ايه؟ The trachea will not be opened all time so we cannot breathe well. مش هقدر نتنفس بصوره كويسه طبعا. يبقى هنا زي ما احنا متفقين، قريت السؤال كويس، عرفت ان هو هنا طالب مني ايه، او عايزني كده، عايز يشوف انا عارف الفانكشن بتاعت الايه؟ الكارتليجنس رينجز في التريكيا ولا مش عارفها؟ انا عارف ان هي دايما دي كانت علاقات غضروفيه مش مكتمله عشان تخلي التريكيا دايما اوبن اول تايم، لكن لو هي مش موجوده يبقى الفانكشن دي مش هتتم، مش هتتم. The trachea will not be opened all time. نيجي بعد كده what happens if there are no blood capillaries around alveoli. انا عارف بقى، بص عشان في بعض الناس بتتلخبط معلش ما بين البلاد كابيلاريز اللي موجوده في النوز والبلاد كابيلاريز اللي موجوده اراوند الفيولاي، عشان ما يتلخبطش ما بين الاثنين، ما يتلخبطش في السؤال ما بين الاثنين. لو السؤال زي السؤال اللي فات ده كان بيتكلم على البلاد كابيلاريز الموجوده في النوز،
دي ليها اجابه، ان البلود كابيلرز اللي كانت موجوده في النوز كانت بتعمل ورم للاير، لكن البلود كابيلرز اللي كانت اراوند الفيولاي كانت بتساعد في بروسيس مهمه جدا اللي هي ايه، اللي هي كانت اسمها ايه لو نفتكر مع بعض، ها، the exchange of gases، تبادل الغازات. طيب لو ما كانش بقى موجود blood capillaries around alveoli يبقى مش هيحصل ال exchange of gases، يبقى exchange of gases between them will not be occur. يبقى هنا تاني هأكد بس على النقطة دي عشان بيحصل لخبطة لبعض منكم كده، في فرق ما بين blood capillaries اللي موجودة في النوز وال blood capillaries around alveoli. البلاد كابيلرز اللي موجوده في النوز دي الفانكشن بتاعتها كانت بتعمل ورم للاير، لكن البلاد كابيلرز اللي موجوده اراوند الفيولاي كانت بتعمل ايه، كان من خلالها بيحصل الاكسشينج اوف جازز بين بلاد كابيلرز وكمان الايه الالفيولاي، ما نتلخبطش بين الاثنين. بعد كده what happens if there are no mucus and hairs in the nose، ما كانش موجود mucus layer وكان ما كانش موجود hair in the nose. يبقى هنا انا عارف كويس قوي السؤال ده، مذاكره كويس خالص خاص في اسئله جيف ريزونز، انا خلاص عرفته كويس قوي واتكرر لي كتير جدا، اللي هو السؤال اللي هو ليه موجود ميوكاس لاير وهيرز ان ذا نوز. هنا بقى بيقول لي لو مش موجود ميوكاس لاير والهير مش موجودين في النوز، يبقى عندي داست على الميكروبس ويل انتر ذا ريسبيراتوري سيستم، الاتربه والميكروبات كلها هتبدا تدخل لمين، للريسبيراتوري سيستم. لو هنلاحظ حاجه واحنا بنذاكر اسئله وات هابنز، اسئله وات هابنز اف واسئله جيف ريزونز فور الاثنين اخوات، الاثنين مرتبطين ببعض. لو انت مذاكر اسئله جيف ريزونز فور كويس هتلاقي الاسئله هنا الخاصه ب وات هابنز اف هي نفسها، بس مجرد ان انا بعمل ايه ويل نوت بي او حاجه مش خلاص مش هتحصل، يا الا اقول ويل نوت، يا الا ار نوت كان نوت بي، حاجات كلها مش هتحصل، يعني الفانكشن كانت بتقوم بيها مش هتتم. يبقى عندي نربط ما بين الاثنين، ما بين اسئله give reasons for واسئله what happens if، الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين معتمدين على فهمك انت للي انت اخدته. question 15 the epiglottis is removed from larynx of the human respiratory system، يا ترى الابيجلوتس لو اتشال من اللارينكس هيحصل ايه؟ انا عارف كويس قوي ومذاكر كويس قوي ان الابيجلوتس دي كانت بتعمل فانكشن مهمه جدا، كانت بتعمل كلوزس لللارينكس او تريكيا ديورينج سوالوينج، كانت بتعمل بتقفلهم اثناء الايه سوالوينج اللي هي البلع، وبالتالي كانت بتعمل بريفنت للفود فروم انترينج تو تريكيا، كانت بتمنع الفود ان هو يبدا يدخل لمين؟ للتريكيا. يبقى دي الفانكشن بتاعت المين؟ بتاعت الابيجلوتس. لو مش موجودة اصلا الابيجلوتس الفانكشن بتاعتها دي هتتم؟ مش هتتم، لان خلاص هي نفسها مش موجودة، يبقى وظيفتها كمان مش هتتم. يبقى اجابتي هنا هتكون some food will enter the trachea during swallowing، بعض الطعام هيبدأ يدخل التريكيا اثناء عملية البلع، لان الابيجلوتس اللي كان بيقوم بالمهمة دي ان هو يعمل prevent للفود from entering to trachea مش موجود. نيجي السؤال اللي بعده the diaphragm muscle move up، هو كان لسه من شويه كان بيسالك على ايه نفس السؤال ده بس كان بيقول لك move down، يبقى هنا اجابتي هتبقى ايه the chest cavity becomes narrow and the air rich in carbon dioxide gas out of the two lungs through nose. لو انا الكلام ده حاسس طويل عليا في الامتحان ومش هقدر اكتب الكلام ده كله، لو كتبت بس exhalation process occurs يعني ال exhalation process هي اللي هتتم، يبقى ده اجابتي صحيحه. لو كتبت الاجابه كلها دي كامله يبقى برضو انت كده يعني يعتبر يعني اشطر او احسن، بس طبعا انت ممكن تاخد درجه لو كتبت ان ال exhalation process occurs. بعد كده what happens if the plant leaves have no chloroplasts، لو اوراق النباتات ما كانش فيها كلوروبلاستس، احنا عارفين كويس قوي برضو ان الكلوروبلاستس دي كانت بتعمل فانكشن مهمه جدا، الكلوروبلاستس دي كانت مهمه جدا جدا، كانت بتعمل ايه؟ كانت مهمه في الفوتوسينثيسيس بروسيس، كانت مهمه في ان البلانت ده كان بيعمل ذير اون فود. طب لو مش موجود كلوروبلاستس البلانت دي هيقدر يعمل او ميك ذير اون فود؟ ما
مش هيعمل غذائه بنفسه ولا الفوتوسينثيس بروسيس هتتم كمان. يبقى هنا عندي they cannot make their own food because chloroplasts absorb sunlight that is necessary for photosynthesis process. حاسس الاجابه دي طويله مش هفتكر ده كله، انا مش فاكر مش هقدر اقول ده كله. يكفي ان انت لو قلت they cannot make their own food، ان الغذاء مش هيقدر يصنع غذائه بنفسه، ده تعتبر اجابه صحيحه. يبقى احنا لو كتبنا بس cannot make their own food تعتبر إجابة النبات مش هيقدر يعمل غذائه بنفسه، دي تعتبر إجابة برضو صح. بعد كده عندي what happens if there is no cell wall in the plant cell. طبعا زي ما احنا خلاص برضو مذاكرين وعارفين على طول ان السيل وول دي كانت بتعمل ايه. السيل وول كانت بتدي البلانت سيل definite shape. لو نفتكر في أسئلة give reasons for كان بيسألني عن الimportant للسيل وول كان بتعمل ايه، فانا عارف خلاص عارف كويس ومذاكر كويس ان السيل وول دي كان بتدي البلانت سيل الديفينيت شيب. طب لو ما كانش موجود سيل وول في البلانت سيل هيبقى فيه ديفينيت شيب، هيبقى لها شكل محدد كده؟ طبعا مش هيكون ليها ديفينيت شيب. يبقى اجابتها هتبقى the plant cell has indefinite shape. indefinite shape شكل غير محدد. بعد كده plants aren't exposed to sunlight for few days. exposed دي معناها ان انا معرضتش، aren't exposed يعني انا معرضتش النبات ده للضوء ضوء الشمس لفترة ايام كده ايام معينة. هيحصل ايه للplant دي؟ انا عارف كويس قوي ومذاكر ان الsunlight دي مهمة جدا للplants، هي اللي بتدي الايه؟ بتدي الكالر اللي هو الجرين ده. طيب لو جه النبات ده aren't exposed to sunlight a few days ما تعرضش لضوء الشمس شوية أيام كده، إيه اللي هيحصل للليفز؟ هيحصل طبعا their green leaves اللي هي الأوراق الخضراء become yellow and weak، هتبقى صفراء وضعيفة مش هتبقى لونها أخضر وجميل وقوية كده، هتبقى ضعيفة ممكن كمان شوية شوية تنشف وتتكسر خالص. بعد كده plants disappear from the environment. environment دي معناها كلمة البيئة. لو البلانتس النباتات كلها disappear اختفت خالص من حوالينا هيحصل ايه؟ احنا كلنا depend on plants. احنا كلنا depend on plants، كلنا معتمدين على البلانتس، ان احنا كلنا في الاخر بناكل يعتبر البلانتس. مش انا خدنا ان في عندي الليفنج اورجانيزمز، في عندي البروديوسرز وعندي الكونسيومرز وعندي ديكومبوزرز، لكن كلنا معتمدين على مين؟ على البروديوسرز اللي هي البلانتس جرين بلانتس. طب لو الجرين بلانتس اللي هي البروديوسرز دي disappear from the environment هيحصل ايه؟ طبعا all living organisms will die، كل الكائنات الحيه هتموت طبعا، لان كلنا depend on مين؟ depend on plants او green plants because the plant is the main source of energy for all living organisms. حاسس الإجابة دي طويلة عليا، يكفي إن أنت تبقى عارف أو تكتب لي all living organisms will die، كل الكائنات الحية طبعا هتموت لأنها كلنا في الآخر معتمدين على مين؟ على البلانتس. بعد كده what happens if absence of decomposers from nature. لو هيحصل ايه لو غابت كل الديكومبوزرز من النيتشر من الطبيعة. احنا عارفين طبعا خلاص ان الديكومبوزرز دي كانت get their food ازاي، بتحصل على غذائها ازاي، بتحصل على غذائها من الديد بوديز من الاجسام الميتة، ومن كمان ايه من الديكومبوزنج the organic waste من الفضلات المتحللة. طيب لو الديد بوديز كلها الاجسام الميتة جت الديكومبوزر دي اللي المفروض تتغذى عليها ما كانتش موجوده، الديد بادز دي هيحصل لها ايه؟ هيحصل انها كلها تبقى موجوده في النيتشر. اي حاجه هتموت، اي جسم هيموت هيبدا يفضل زي ما هو، يفضل زي ما هو، مش هيحصل له ايه؟ مش هيحصل له ديكومبوزنج، مش هيحصل له انه يتحلل، لان الديكومبوزرز نفسها دي مش موجوده مختفيه، ودي حاجة خطيرة جدا. شوف ربنا عامل ازاي، يعني مدينا نوع من البالانس كده في النيتشر في الطبيعة. يبقى هنا اللي هيحصل the dead bodies of organisms will remain
in the nature. Remain هتبدا متبقيه، الديد بودز الاجسام الميته لكل الكائنات will remain هتفضل متبقيه في الطبيعه، مش هيحصل لها decomposing. بعد كده نيجي بقى لليونت نمبر 2. احنا كده خلاص ب 21 كده خلصنا كل الوات هابنز اف لليونت الاولاني. نيجي لليونت الثاني. اليونت الثاني طبعا عشان اتلغى منه درس يعني حلو كده، يعني يعتبر كبير شويه، الدرس ده كان ممكن يجي منه اسئله وات هابنز اف كتير، طبعا هو خلاص ملغي من علينا. فاحنا كل اللي هيجي لك في اليونت الثاني سؤالين او ثلاثه بس وات هابنز لو جم. وفي بعض المحافظات على فكره ممكن ما بتجيبش اسئله وات هابنز اف، في بعض المحافظات ما بتجيبهاش وبعض المحافظات بتجيبها، بس احنا لازم نذاكر كل حاجه عشان لو جت تبقى انا خلاص شاطر ومذاكر كل حاجه ومتوقع كل انواع الاسئله ان هي تجي لي ومستعد لها كويس. اشوف كده السؤال ده عايز مني ايه. What happens if a piece of fixed rubber band is pulled then it is lift. لو جيت اللي هو الاستيك المطاط ده اللي احنا بنلعب بيه ده، لو جيت شديته وبعد كده سبته هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ مش هيبقى فيه ساوند؟ هسمع ساوند؟ يبقى اجابتي هتبقى ايه؟ Sound is produced due to the vibration of the piece of rubber band. حركة ال vibration بتاعت ال rubber band دي اللي انا شديت وسبت مره واحده دي هيعمل فايبريشن. الفايبريشن ده هيحصل ايه؟ هيحصل من خلاله الساوند اللي انا بسمعه. الجزء ده بقى بيجيني السطر ده كله ده مهم جدا. Sound is produced due to the vibration of piece of vibration، بس مش شرط بقى piece of rubber band، ممكن تبقى اي حاجه ثانيه، اي حاجه ثانيه. تمام؟ يبقى لازم نعرف دي. Sound is produced due to the vibration of objects. اي objects بقى، اي vibration ل objects هينشأ عنها ايه؟ هتعمل لي sound. دي مهمة جدا جدا اعرفها، سواء بقى كانت في اسئلة what happens if، سواء كانت give a reason او اي سؤال، بقى عارف الصوت ده هيحصل له produced من خلال ايه؟ من خلال vibration. بعد كده what happens if you remove a nail from a wooden plate. لو جيت شلت نيل المسمار من لوح خشبي، ده هنا بقى المفروض بيسالني على التشينجز اوف انرجي، ايه اللي هيحصل؟ الانرجي هيحصلها تشينج من ايه لايه؟ يبقى هنا the nail becomes hot because the kinetic energy change into heat energy. بكده نكون خلصنا كل اسئله what happens if اللي ممكن تجي لك. الاسئله زي ما احنا شايفين بسيطه جدا، معتمدة على مذاكرتك في الأول، لازم تكون مذاكر كويس جدا. بتمنى لكم كلكم التوفيق، وإن شاء الله كلنا نعرف نجاوب الأسئلة دي في منتهى البساطة، نذاكرها مرة واتنين. لو حاسين إن إحنا متلخبطين شوية نعيد الفيديو تاني ونتفرج عليه تاني ونسمعه تاني ونذاكر كويس جدا. طالما أنا داخل مذاكر الفانكشن لكل حاجة عندي خدتها في جريد 4، أدخل هعرف كل حاجة إن شاء الله في الامتحان. بشكركم جدا.